تقتيل وترضين خطبتي؟ فمن ذا تريدين؟ كنت أريدك زوجا لا سيدا، خاطبا لا خاطفا، قادرا لا غادرا. كفى كفى، فكلامك أكذب من دموعك. أطلق سراحي يا مولاي، أطلق سراحي، أعش خادمتك أبد الدهر. هيهات هيهات يا حلوة بني مرة، هيهات. سهية بنت مالك المري. أجل يا مولاي، أخبرتني خادمتها بذلك. اذهب يا دعثور، وحذاري أن تخبر أحدا بما سمعت. أمرك يا مولاي. هل علمت من هي ومن قومها؟ المرأة التي أفسدت عليه خطبتها المرية. لولا تدبيرك ما رد خطبته، وما دفعه طيشه إلى تلك الحماقة التي لا ندري عقباها ولا ندري مداها، إلا حربا تأكل الأخضر واليابس والظلف والحافر. فبنو مرة أحلاف وأصهار لبني عبس وذبيان، ولن يناموا عن ثأرهم. خطبها فردوا خطبته، فتعقبها وطاردها، ثم اختطفها. ترى من تكون تلك المرأة التي يركب الخطر من أجلها؟ وأي خطر؟ إنها من قوم تحاربوا فيما بينهم وتقاتلوا وتفانوا من أجل فرس سبقت، فما بالهم بالعرض والشرف؟ أرغمه على إطلاق سراحها لترجع إلى قومها قبل أن يصلهم خبرها. أصبح زمام الفرس الجموح. زيد يا زيد، لبيك يا بنت العم، ماذا تريدين؟ أن تحرص حتى لا تتعثر، فقد تسقط على حجر يصرعك. أتخشين علي يا بنت العم؟ خشية الأخت على أخيها. أولست بمنزلة أخي درار؟ صدقت. انتظر، الحر شديد، استظل حتى تميل الشمس. الغنم والإبل قد يشرد إحداها أو يغير عليها وحش. فماذا تفعل؟ ما تعلمين عني، ما سطى ذئب على أنعامنا إلا أرضيته بسهل. فما بالك بمن يسطو على حرمات الناس؟ ليس له إلا القتل. ولو كان ضرارا؟ ضرار؟ ابن العم؟ ليس هذا من شيمته يا خولة، إنه فارس شهم ذو مروءة، وسيد من علية سادات القبائل. لقد سقط من عليائه يا زيد. لا تتهمي أخاك بما ليس فيه، ولا تسمعي لوشاية أحد. ما سمعت يا زيد بل رأيت، ولن أنساها له حتى يطلق سراحها ويصالح أهلها على دية القتلى، هذا إذا ارتضوا، ولا أظنهم يرتضون، وإني لا أحس نذير حرب شعواء بيننا وبين بني قومها. الخادمة التي يزعم أنه اشتراها؟ أتظنه اشتراها يا زيد؟ أم أغار عليها وسباها؟ تتبعنا أثر الخيل حتى انقطع تحت سفح جبل سلمة، مربد ذئاب الصحراء. تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربد المستأسد الحامي. لو صبرت حتى أرجع من سفري وأخرج في رجالي، نحمي قافلة ابنتك حتى نبلغ بها ديار زوجها، ما طمع فيها ذئاب الطريق. كفى،
ما خرجت في أثرها إلا لكي تصنع ما صنعه الصعاليك، ولكنهم سبقوك إليها. ما صنعت هذا إلا غضبا من غدرك بي يا عم. كن أشد غضبا للغدر بنا ولانتهاك عرضنا. اجمع رجالنا وأحلافنا واخرج وابحث عنها في شعاب الجبل، فإن ظفرت بها فهي زوجك، ولا تقاتلن أحدا إلا من كانت في حوزته. أمرتك ألا تخرجي من باب الدار. هيا عودي إلى الدار، انهضي. لم يبقى إلا أن تجلدني. سأفعل إذا خرجت من باب الدار خطوة واحدة. أكما تفعل بخدمك وسبياك؟ انتظري، لا تذهبي وحدك. زيد، ما الخبر؟ أنت أيها الأحمق، ماذا؟ انتشر بالرجال حول الوادي واجعل كل واحد منهم راصدا في جهة، ولا تخرج بالأنعام قبل الشمس، وعد بها قبل غروب كل يوم حتى أعود من الحرب. كأنك تخشى إغارة أو هجوما يا ابن العم. أجل يا ابن العم، ومن حيث لا تدري. يؤتى الخلي من مأمنه يا شيخ قضاعة. أيذهب دم ولدي هطرا؟ كلا، أنا كفيل بدية ولدك وقتلاكم وما فقدتموه من مال. أتهيننا ونحن في دارك يا أبا عوف؟ دم ولدي لا يعدله آلاف الرقاب يا سيد قومك. وما أصنع لكم؟ ها هي رقبتي، فاقتصوا مني إن شئتم. نحن فداؤك يا سيد قومنا. حاشاك يا سيد العرب، رقابنا دون هامتك يا ذا اليد البيضاء على سائر القبائل. لقد أعذرتم فينا وبرئت ذمتكم من دم ولدنا. لئن برئت ذمتنا من دم ولدكم فما برئت نفوسنا، ولن تبرأ حتى نطلق سراح ابنتي ممن سباها. لا تكفوا عن البحث والطلب، وكذلك نحن، وأي أرض آوتها سأجعلن ديارها نارا بحرب تصبح حديث الناس على مر الزمن. سحقا للحرب، أما أنا لظهور الخيل العادية أن تريح وتستريح. وما شأنك بها يا مولاتي؟ عروس دخلت ديارنا غريبة عن قومها، ألا يجب علي أن أرحب بها وأهنئها؟ ليس في دارنا عروس. مرحبا بالعروس في بني أسد ودار فارس بني أسد. حرة كريمة أم خادمة لئيمة؟ ادخلي. ما أقساك يا سلمى، ولكني لا ألومك، فهذا شأن الدرائر إذا كنا حرائر. رب خادمة كانت سيدة نساء قومها حتى غلبوا. عجبا، ما ظننت أن الخادمات ينطقن بالحكمة أو يصبحن من ربات الخدور. إذا عادت مولاتك فأخبريها أني أريد شراء الخادمة الجديدة الأسيرة. سأدفع فيها ناقة وعنزة.
مولاي لا يستطيع الاستغناء عن تلك الخادمة. سرعان ما يزهد فيها ويهبها لأحد غلماني، فتلك عادته وعادة غيره من السادة. سأخبره بما قلت. أخبريني يا سلمى، ألم تحملي بعد؟ سأخبرك لحظة الوضع لتساعديني، وسأعطيك أجرك ناقة وعنزا. ويحك أيتها الخادمة، لسوف تصبحين خادمة لي أنت وكل من في هذه الدار من الخادمات. لا عليك مما سمعت، فإنها امرأة موطورة بغيضة تبحث عن زوج ولو كان بثمن. لقد جاءت لتراك، فهي تغار على مولاي. أكلت الغيرة صدرها عندما رأتك. أختاه سلمى، ساعديني على الخلاص. ويحك، ماذا تقولين؟ أنقذيني من هذا الذل. سهية، اهدئي حتى أتدبر الأمر. بورك فيك يا مولاتي. لست مولاتك، إنما أنا أختك وأنت ضيفتي وفي دارك. فاتركيني أرحل بلا زاد ولا راحلة ولا أحد. أريد أن أتنسم هواء بلادي وريح دياري، وأغفو بين يدي أبي وأمي وأخواتي. لقد وعدتك يا سهية، فاصبري حتى أتدبر الأمر، فإن أخي صلب الرأي شديد العناد لا تصلح معه إلا الحيلة، فدعيني أحتل عليه ليطلق سراحك. إن مولاي لا يعصي لها أمرا، فهي أخته الوحيدة، وهي في منزلة ابنته، رباها ودللها حتى صارت فارسة تقهر فرسان بني أسد. إذن سأرحل غدا. قلت لك اصبري. عليك أن تساعديها يا سهية. كيف؟ أن تكوني أكثر لينا وامتثالا لمولاي، أظهري له بعض المودة. تطلبين مني ما لا أطيق. كيف أظهر الحب لمن قهرني وأذلني وأبدلني بثياب العز ثياب الذل، وبأساور الفرح سلاسل الحزن؟ كيف أميل لمن أخذني عنوة بسيف البطش والقوة؟ أنا خارج للقتال في ذقار، أتعرف أين هي؟ عين ماء في ديار شايبان يا مولاي. أتعرف معنى القار؟ النفط الأسود يا مولاي. يطلى به البعير الأجرب مثلك، لكني لن أكتفي بطلاء وجهك هذا، بل سأجعله تنورا لمثل نارك هذه، وأشويك فوقه كما يشوى يربوع ميت. ولكن ماذا جنيت يا مولاي؟ ليس لما جنيت، ولكن لما ستجني إذا ما خدعك الطيش والغدر وسولت لك نفسك؟ أنت أو أي ذئب من هؤلاء أن تقترب من الحمى وأنا غائب. نحن حماته وحراسه يا مولاي. ذلك الظن. ثق من هذا يا مولاي. اسمع، بث رجالك حول الحمى في كل درب وشعب ومسلك، فربما يتتبع أحدهم أثرا لقافلة منهوبة أو امرأة مسلومة. لن يدنو منها ذو قدم أو ظلف أو حافر أو جناح يا أبا الأزهر. تخففت فناديتني بكنيتي. لا بأس يا أبا الأعور. ألا من كنية غير هذه يا مولاي؟ إن عيني أحد من عيني الصقر.
أرجو ألا أحرمك منهما ومن أذنيك وفكيك إذا ما خرج أي خبر تصريحا أو تلميحا عنها. أمرك يا مولاي. أين جارية؟ رهن إشارتك يا مولاي. أنت يا سعد أيتها الأفعى. أفعى؟ أو قد لدغتك؟ ما رأيت أشد منها منعة ولؤما يا مولاي. إذا لي أن أبيعها ولو بنصف دينار. سأشتريها بمئة دينار. مئة دينار؟ هل أرسلها إلى دارك يا مولاي؟ بل استبقها عندك حتى أرجع من القتال يا أحمق. أمرك يا مولاي. إذا تعرض لك هو أو غيره فأخبريني عندما أرجع. أطلق سراحي يا مولاي. اصبري حتى أرجع. تبا للفقر والضعف وشحقا للقوة والبطش. شهران مضى وأنا أبحث عنها. لم أترك شعبا ولا واديا ولا ضربا ولا جحرا. سألت كل عابر وكل نازل مقيم. لكأن جوارح الطير تخطفتها. إنها تكون قد هلكت وأكلتها الضواري حتى لا أقضي العمر كله أحمل العار. لو أنها هلكت لاستراحت وأراحت. ولكن ما دمنا لم نتأكد من موتها فقد تكون على قيد الحياة في أسر خاطفها. ومن العار علينا أن ننام عن عرضنا وشرفنا. يأس الرجال وانفضوا. لو لم يبق في القبيلة رجل واحد يغار على عرضه إلا أنا لخرجت على قدمي باحثا عنها حتى أجدها أو أهلك. لن أكف عن البحث عنها أبا عوف. ولو قطعت الأرض طولا وعرضا حتى أجدها أو أتيقن من موتها. أين المفر؟ لا فرار يا خادمة ضرار. أقيموا سرادقنا هنا على مرحلة من ذي قار حيث مهلك العرب. اجعل معسكرنا عند عين الماء لنمنعهم من وروده يا ملك الحيرة. فالظمأ سيقتلهم. أحيطوا بعين الماء من كل صوب
وامنعوهم حتى يتساقطوا تساقط الفراش على النار. ها هنا يا أبا ربيعة حتى نعرف أخبارهم وأعدادهم ومنازلهم. لابد أن ينزلوا على الماء. سنرى عندما يرجع وكيع. ما وراءك يا وكيع؟ حشود القبائل تتوالى خلف ابن هانئ. وإياس الطائي ملك الحيرة يعسكر على مرحلة من عين الماء. ما رأيك يا زياد؟ ما تراه يا ابن العم. وكيع، هل رأيت بين رجال ابن هانئ بعض بني تميم؟ أجل، وعليهم مالك بن نويرة اليربوعي. يا للعار، أنحارب أحلافنا؟ أي حلف بيننا وبين تميم؟ الصهر أشد من الحلف يا وكيع. أليس كذلك يا صهر بني تميم؟ يا زوجة سجاح التميمية؟ زياد، لست بأحرص مني على أصهاري. ذاك صهر بعيد ونسب قطيع منذ أمد مديد. أين كانوا يوم خرج الجد سجاح خليعا طريضا حتى آويناه بيننا؟ لا أقاتل تميميا. لا عليك يا ابن العم. هل خرجت بنو عامر؟ أجل، وعلى رأسهم الطفيل بن عامر. لا قاتل عامريا. هل منكم من يريد أن يتعلل وينصرف؟ أنا معك يا ابن العم. لو لم يثبت معك إلا رجل واحد فهو أنا يا ابن العم. بورك فيك يا ابن مالك. فما جئت إلا لإياس الطائي ملك الحيرة والشيباني الطامع في مجد لا يحرزه إلا رجال. نحن رجالك يا أبا ربيعة. فما خطتك؟ الترقب. إلى متى؟ حتى يحتدم القتال وتدور الدائرة. على من؟ على أيهما؟ فإذا هزم إياس وقتل، نزلنا الميدان وأجهزنا على الشيباني ورجاله وهم في نشوة النصر. وإذا هزم الشيباني؟ في سهامنا منايا وحتوف لمن لم تحصده السيوف. وأولهم إياس الذي استولى على عرش أنت أحق به منه. وذاك وذاك يا وزيرنا وكيع، وأنت يا زياد يا عاملنا على تلك الأرض من ساحل حضرموت حتى حدود ديارنا على مشارف أرمينية. ارجع يا فارس بني أسد، حسبنا هذا ليعلم الناس أن العربي لا يذل له شعر. مولاتي ماذا بك؟ رؤيا فظيعة رأيتها لي ولمولاك ربيع. الناس من نار لمكرمة إلا الصلينا وكنا موقد النار. وما يعدون من يوم سمعت به للناس أفضل من يوم بذي قاري.
جينا بأسلابهم والخيل عابسة لما قهرنا لكسرى كل أسواري. هذا ضرار الفتى ليث بلا ذنب. هذا ضرار الفتى ليث بلا ذنب. ليث بلا ذنب. تركت لك الذنب والزيت. نسيت، خوفتني وأفحمتني وألجمتني، فنسيت يا فارس العرب المغوار ويا أسد ذي قار. دثور، لبيك يا ليث بني أسد ووحش ذي قار. قفاه. ماذا؟ قفاه. ما لك وللشعر يا أكل القرابين؟ أقسم، ما هو بشعر؟ حتى الشعر تسرقه. هذا يوم نقشته أسنة الرماح على صخر الزمن يا أبا الأزور، يا فارس بني أسد. الفخر والشرف والمجد التليد لهاني الشيباني، فقد حمى جاره وأعز جواره وضحى بنفسه فداء لمن استجاره وصان عرضه وذمته، فحق علينا أن ننصره ونذود عن أعراضنا وحياضنا. أيها اللئيم الخائن، ما أكذبك؟ ويحك يا لئيمة، قتلتم سيدكم وجئتم تهنئونني؟ لا تتهمي رجالك وأقرب الناس إليك بالغدر يا سجاح يا بنت الخال. فمن قتله يا وكيع؟ في الحرب لا يعرف من قتل من. مثل ربيعة لا يقتله رجل إلا افتخر بقتله على الملأ، فمن ذا سمعتموه يفخر بقتل سيدكم؟ ما سمعنا إلا ما يفخر به الفرسان ويرتجزونه من قول. أي السيوف كانت أقرب إليه يا جبناء؟ أظن أنها سيوف بني أسد. ومن صاحب لوائهم؟ رجل اسمه ضرار. أريده حيا لأقتله ذلا. النجدة، الغوث، أضيفوا ضيفكم يا قوم. النجدة، الغوث. ضيف مثلك إكرامه ذبح. والغوث أجدة، الغوث. أتؤذي ضيفنا يا لئيم؟ ماذا فعل حتى تريد أن تقتله؟ اقطع رأس هذا المعتوه. ماذا فعل يا دويبة؟ لم أفعل شيئا غير أنه سألني فأجبت. عما سألك؟ لا تنطق بكلمة أمام هؤلاء الناس. هيا اذهبوا، انصرفوا، انصرفوا. بل انتظروا. لماذا تصرفهم قبل أن يعلموا خبره؟ أصرفهم حتى لا يسمعوا أكاذيبا. انطق يا رجل. ماذا قلت له من خبر كاد يقتلك من أجله؟ يا سيد قومي، لقد سألني من أين أتيت، فقلت من مكة، فسألني ماذا وراءك، فقلت الخير لمن سمع وصدق والشر لمن كذب وأعرض. افصح يا رجل، ما ذاك الخير الشر والشر الخير؟ لقد ظهر، صدقت البشارة، وإنه هو بصفته وزمانه ومكانه ولب دعوته، ظهر النبي المنتظر، نبي هذا الزمان، محمد بن عبد الله. ظننتك نذير حرب وإغارة. يا سيد قومي، لقد استجرت بك، فلا تسلمني لهذا الوحش. لقد علم أنك في جواري، فطب نفسا وقل ما شئت. بورك فيك يا ولدي، ما اسمك؟ عندما يفرغ من حديثه فليأتني أحدكم به. هل انتظرت لتسمع حديث ذلك الرجل؟ لا، حديث الكهانة والخرافة لا يروقني.
فاسمع منه أنت، فقد يفيدك ويزيدك كهانة وشعوذة. ما هو بحديث كهانة ولا خرافة يا سيد قومه، إنه الحق ورب السماء، وطوبى لمن صدقه ونصره. ففيما يصدق وعلى ما ينصر؟ يصدق وإنه لصادق، الرب واحد أحد، وينصر وإنه لمنتصر في دعوته إلى الحق والعدل والأمن والسلم والرحمة بالضعفاء. لا مكان لهذا الرجل في أرضنا، اطردوه قبل أن أقتله. عجبا لك، أما سمعتني أجيره؟ فكف لسانك ويدك عنه، وليقم حيث يشاء، وليفعل ما يريد، وليرحل وقت ما يطيب له الرحيل. الليلة أرحل يا ولدي، فإن بالشام من يترقب عودتي بخبر النبي، ولعل خبره يسبقني قبل أن أهلك. يا غلام. لبيك يا مولاي. هذا ضيفنا، فليبت عندنا الليلة، وإذا ما أراد الرحيل فليرحل مع الشمس، وأعد له راحلة وزادا يكفيه الطريق. بورك فيكم وهداكم إلى ما دعاكم. ما قولك فيما سمعت من ذلك الرجل؟ سمعنا إلا رجلا خريفا يأذي ويسخر من معتقداتنا، وذلك دأب أصحاب المسوح والقلانس من أصحاب الصوامع. لا، أنه يزعم أن مكة انشطرت شطرين، شطر يصدق الرجل المتنبئ والآخر يكذبه. لو كان صادقا لصدقوه كلهم، ولو كان كاذبا لكذبوه كلهم. ما رأى كمن سمع. لا بد لي من الرحيل إلى مكة للوقوف على جلية الأمر ويقين الخبر، فهل أتيت معي يا ضرار؟ لا يتكبد مشقة السفر إلا ذو مطلب وحاجة، وما لي فيما سمعت من مطلب ولا حاجة. صرفتك العروس عن نصرة معتقداتنا يا فارس بني أسد. أية عروس تعني يا حكيم بني أسد؟ ما ظننتك بهذا الطيش وتلك الغفلة، إن الراعي لا يتبع أثر بعيره حتى يصل إلى سارقه، فما بالك بامرأة حرة ومن أية قبيلة من بني مرة تسبى في موكب عرسها، وإلى أين؟ إلى قضاء. أتظنهم تاركوك؟ أطلق سراحها قبل أن يحيطوا بك، فلن ينصرك أحد من قومك يا فارس بني أسد وذي قار. قد علمت حقيقة خبرها، فلو ذاع ذلك الخبر وانتشر. لا تتواعد صهرك وسيفك وصاحبك، لكني أنصحك أطلق سراحها، ففي إطلاق السراح بعض السلام، والسلامة إحدى الغنيمتين. يا صهر أيها الفارس الأسدي، انصح نفسك أنت وكف عن وهم المصاهرة، فلن تكون لي صهرا ما حييت. رضيت شرفا لست له أهلا، فارتقب ذلا ما حييت. ما باله يشمخ بأنفه ويأنف من مصاهرتك يا سيد قومنا؟ فمثلك يرد يا حكيم بني أسد؟ ويح ضرار، ألا يعلم أن رد الخاطب من غير علة عار لا يمحو إلى الدم؟ ورب الكعبة، لو لم يكن من بني قومي لرميته بنفس السهم الذي رمى به بني مرة. وما شأن بني مرة؟ شأن عقباه مرة، ولن يجني وحده شر. رضيت شرفا لست له أهلا، فارتقب ذلا ما حييت. ما باله يشمخ بأنفه ويأنف من مصاهرتك يا سيد قومنا؟ ومثلك يرد يا حكيم بني أسد؟ ويح ضرار،
ألا يعلم أن رد الخاطب من غير علة عار لا يمحو إلى الدم؟ ورب الكعبة، لو لم يكن من بني قومي لرميته بنفس السهم الذي رمى به بني مرة. وما شأن بني مرة؟ شأن عقباه مرة، ولن يجني وحده شر. تقبلي عزائي ومواساتي في زوجك الذي قتل بطلا يا سيدة بني تغلب. شكرا لك، ولكن لا نقبل العزاء في من قتل غدرا حتى نثأر له. لقد عزمنا قاتله وحبسناه. من؟ إياس المخادع الذي غرر بنا وقتل خيرة رجالنا وفر من الميدان. لا شأن لي بهذا الرجل الذي وليتموه بالأمس وعزلتموه وحبستموه اليوم. إنني أترقب الأمر بقتله لأفأر لك منه. ليس هو يا سيدي المرزبان. فمن إذن؟ لا عليك، مولاي أذن لك بلقائه. أذن لي؟ وهل طلبت الدخول عليه حتى يأذن لي؟ فلقد أمر بلقائه. لما؟ ليقدم لك العزاء بنفسه ويكرم البطل القتيل في شخصك. من يريد أن يعزيني فليأتني بقاتل زوجي. يا ولدي، كل يسعى خلف ضالته حسب خلقه وجبلته، ولكل غاية، من شر فشر وإن خيرا فخير، ولكل أعوان. صدقت، فما غايتك؟ الغيث والبشرى، فإن الشر قد استفحل أمره واستشرى، فضجت الأرض للرب فجاءها الغيث والبشرى. حديثك إشارات ورموز وكنايات، هل لا أفصحت حتى أبادلك الحديث؟ فإن الحديث على الطعام من القرى وحسن الضيافة. يا ولدي، أنتم قوم ذو خصال طيبة، كرماء أجواد، لولا ما أنتم عليه من بعض الخصال التي جبلتم عليها من قل ما شئت ولا تخشى شيئا، فضيفنا لا يهان وطعامنا أول عهدنا. ماذا يسوءك من خصالنا؟ تلك الدماء التي لا تجف حتى تنزف خليطا من ذوي الأرحام، وتلك النار التي لا تخمد حتى تستعر عداء وفناء، وإني لأظنها توشك أن تخمد وتنطفئ بذلك الغيث الذي بدأ ينهمر من سماء مكة، يروي النفوس العطشى ويهدي الحيارى. هل زدتني إيضاحا وإفصاحا؟ يا ولدي، إني ضيف وليس من حقي أن أسمع مضيفي ما قد يكرهه، فأذن لي في أن أرحل. لن ترحل إلا غدا مع الشمس كما أمر صاحب الدار، أو ما سمعت؟ كن في خدمة الضيف حتى أرجع. قدوس قدوس، لا تفضحني واسمعني. ما هذا بحق السماء؟ أعطيه لمن تصادفه من عشيرتي بني مرة. من أذن لك بالخروج؟ ساعدني أيها الراحب الطيب. عودي إلى غرفتك. رفقا بها يا ابنتي. ماذا قالت لك؟ لم أسمع منها غير دموعها
والعين أفصح من اللسان. وماذا فهمت من دموعه؟ أعدوا طعاما وشرابا لشيوخ القبائل، فهم قادمون مع درار. هل أذن لي في الرحيل؟ كلا، فقد طلب شيوخ القبائل أن يجلسوا إليك ليسمعوا منك أخبار مكة. إذن لي. لتكن مشيئة الرب. قد يصادفنا في مكة بعض بني مرة أو عبس أو ذبيان، فلا تخبرهم بأمر الأسيرة. سمعا وطاعة يا مولاي. ماذا فعلت بما نلته من الغنائم؟ أبقيت على ما أحتاجه وبعت ما لا حاجة لي به. والجارية؟ خشيت أن تنتهز فرصة غيابي فتهرب، فبعتها بمئة درهم. ما أبخسه من ثمن؟ أم لعلها عجوز دميمة؟ كلا، ولولا حاجتي للمال لوهبتها لمن اشتراها أو استودعته إياها ليحبسها حتى أرجع، فإنها مليحة الوجه والصوت. يا لك من لئيم، أمثلك يجود بجارية ويهديها بلا ثمن؟ إنها في بيت كم زاد علي وأفاض. من في جمال سهام عروسنا البدوي، كم من فتى قد تمن سهية المرية حتى أتاها فتاة ليث كريم الشمائل. كفي، هذا غناء أم عويل؟ أريد غناء العرس والفرح، لا عواء الموت والمآتم. سامحيني يا مولاتي، فإني جريحة القلب دامية العين لما أصابني وأصاب مولاتي. مولاتك أنا؟ فانسي كل من كنت خادمة له قبلي. كفى بكاء يا لئيمة. سمعا وطاعة يا مولاتي. من أين أتى بك دعثور؟ وبكم اشتراك؟ لقد توعدني بالقتل إن أنا أخبرتك. أخبريني ولا تخافي. إخارتكم يا مولاي. أغبط سيفك في غمده يا صغلوك البادية، إنهم يقتربون. الذئاب لا تغير على أقرانها يا ذئب الصحراء. إنهم ليسوا من رجالنا ولا من أحلافنا، إنهم من بني عبس وأحلافها. صدقت يا سيد قومه، فلا يتمنطق بسيفه إلا عبسي. يتشبهون بعنترة، وما ولدت عبسية مثل عنترة. لا تخبرهم عني يا مولاي، فإن لهم في عنقي دم قديم. من أين وإلى أين؟ أغمد سيفك يا عبسي واعتذر قبل أن تندم. من أنت ثكلتك أمك؟ الثقل لقومك وأمك. أتجرؤ يا عبسي على التوغل في أرضنا وديارنا، وتتحامق على سيد بني أسد وفارسها وحامي حماها؟ أنت ضرار بن الأصور؟ ويحك، ما فارس بني أسد وسيدها إلا من ترى. أنا طليحة بن خويلد الأسدي. وهذا الفارس الملثم أهو ضرار؟ كلا، إنه أحد أبناء عمومته. ماذا تريدون؟ نقتفي أثر لصوص أغار على قافلة لنا في طريقها إلى قضاعة. يا أحمق، ذاك طريق قضاعة نحو الشمال.
فما بالك تجد خيلك نحو الجنوب؟ هل سمعتم صراخ امرأة أو علمتم خبرا عن بعض الأسرى والسبايا؟ يا هذا، إن صليحة لا يقعد عن نجدة صريخ أو إجارة مستجير ولو كان في حضر موت. فما رأيت أسيرة إلا أطلقت السراح فداء أو قتالا، وسرعت آسرها وأعدتها إلى أهلها عزيزة كريمة الأرض. حسبك حديثا عن نفسك. إنما أسألكم، هل رأيتم أو سمعتم أم لا؟ ابحث عنها في الأسواق، فربما تجدها مع نخاس يعرضها للبيع ببضع دراهم. قسما لولا أني في شغل عنك ما تركتك حتى أقطع لك لسانك. سأنتظرك بعد أن تطلق سراحها، إن لم تؤسر مثلها أو تصبح عبدا مملوكا يا فارس قومي. لن أنساها لك يا طليحة. سكبت الحويرث يا مولاي. كأنك تعرفه. أجل، رأيته يوم ذهبت مع رجال ضرار نخطبها، وزعموا أنها مخطوبة لذلك الفتى، وكاد أن يفتك بنا لولا أن الحارث ابن عوف أجارنا حتى خرجنا من ديارهم. لهذا كنت أسبق من ضرار في الإغارة على قافلتها. لولا أن ضرارا أرادها لنفسه ما تركتها حتى أقهر ذلك الفتى. ولو ملكتها ما أنت فاعل بها؟ أبيعها ليهودي من أصحاب الحانات في يثرب ليراها كل نزيل وعابر سبيل، ثم أدعو زفر ذلك الجريح العاشق ليراها ذليلة. ستكون بين يديك بعد رجوعنا من مكة. هيهات، فإن ضرارا مغرم بها ولن يستنقذها من بين براثنه إلا الموت لأحدهما. الموت، يا له من شبح. لا ندري أينتظرنا أم يطاردنا. اصحبه يا زيد حتى تصعد به طريق الشام، وإن طلب منك صحبته حتى دياره فانطلق معه. هيا جهز نفسك. أمرك يا ابن العم. كلا يا ولدي، وما أريده أن يخرج من داره، فقد ألفت الرحيل وحدي والرب معي، ولا ينفع حذر من قدر. أيها الرجل الطيب، إن الطريق محفوف بالمخاطر وما أكثر الوحوش والطواري. والذي بعث نبيه بالحق، إن بعض الوحوش أرحم بالناس من بعض الناس. أنك عجوز وضيف لفقأت عينيك، فلا يختلس النظر إلى ربات الخدور إلا خسيس. غفر لك الرب يا ولدي، إني لا عليك، وإني أنصحك أن تلجم فمك وتعقل لسانك، فلا تهذي بما سمعناه منك الآن وتجاوزنا عنه، لما لك علينا من حق الضيف والجار والعجز. ورب السماء، إن بك صفات وسجايا تربأ بك عن الدنايا، فارحم من أذله الدهر لك، فإن الدهر قلب والأيام دول. من ذا أخبرك أني ظلوم غشوم لا أرحم موالي وما ملكت يميني؟ لا أحد يا سيد قومك. سلمى! أمرك يا مولاي. من منكم جلس إلى ذلك الرجل؟ لا أحد يا مولاي. يا سيد قومك،
إنما هي نصيحة أسوقها إليك. نقبلها ولا نردها. فهل أزيدك نصحا؟ لا بأس. فهل تقبل مني برحابة صدر وسماحة نفس؟ أيها الرجل الشامي، نحن قوم يقول قائلهم: وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما في إلا تلك من شيمة العبد، فقل ما تشاء واطلب ما تشاء إلا ما يسوءك ويسوءنا. يا ولدي، إن لك عقلا ورأيا، ومثلك لا يسبق إلى الخير. فاذهب إلى مكة واجلس إلى الرجل واسمع منه. أي رجل؟ محمد. محمد، ربما تسمع ما تطيب به نفسك، فأنت رجل ذو مروءة وشهامة. وإني أنصحك ألا تنخدع بمروءتي فتظن الناس كلهم مثل ضرار. وقسما لو سمعك أي عربي تهذي بكلمة عن محمد فأنت مقتول لا محالة. لتكن مشيئة الرب. إذا تعرض لك أحد فأخبره أنك حليفي وفي جواري. جوار الرب أعز وأمنع. حتى يخرج من ديارنا ويتوغل في طريق الشام ثم اقتل. ماذا بك يا أخي؟ لا شيء، لا شيء يا أختاه. جدي، ماذا بك؟ ماذا تخفي عني؟ لا شيء، لا شيء يا أختاه، يا ابنتاه، يا جدتاه، يا أم أخيها. أمك تعرفك وتكشفك من لمحة عابرة. أخبرني، ماذا يشغلك؟ أكثر ما يشغلني، فدعيني أخرج إلى الوادي حتى يرجع زيد. سألحق بك. كل، لا تخرجي من باب الدار حتى آذن لك وفي صحبتي، أفهمت؟ يخشى على أخته أن يأسرها ذئب أو كلب ويذلها كما أذلني. اخفئي يا لئيمة، واعلمي أني أخفيت حديثك مع الراهب حتى لا يقتلكما معا. خفتي على نفسك يا سجانة داري. لن تمضي ليال
حتى أراكم جميعا في قيود الذل والعبودية، وسأجعل منك أنت ومولاتك ومولاك خدما لغنمي. اخسئي يا لئيمة. سأقتلك يوما، لا بالسيف ولا بالعصا، بل بالنعل يا مولاتي. مولاتك سهية كانت هي العروس. أجل يا مولاتي، ولا أدري هل قتلوها أم أسروها. الأسر أشد من القتل. صدقت يا مولاتي. للحرائر، أما للخادمات من مثيلاتك فالأسر مثل البيع، ينقلك من أرض إلى أرض ومن سيد إلى سيد، ولن تجدي مثل مولاك ودار مولاك في أرض العرب كلها. ففي أي أرض أنا يا مولاتي؟ وما اسم مولاي؟ ألا تعرفين أين أنت؟ ألم يخبرك دعثور اللئيم؟ كلا. أنت إذن في بلاد الجن. بلاد الجن؟ وأنا شيطانة في هيئة امرأة. مولاتي، أيتها الخادمة. مولاتي، اذهبي إلى بنت الأزور وأخبريها إما أن تأتي لزيارتي أو أذهب أنا إليها. أقبل يا درار، أقبل. يقبل عليك إلهك بالقبول والبركة والجاه والوجاهة والمال والمنعة. ما هذا؟ أنت مهموم محموم. لك العافية، لك العافية. إنه بول كلب. لا لا، إنها قطرات من الندى تتجمع في هذا الإناء، من شرب منها أو اغتسل تجنبته الأفاعي ودانت له الوحوش. إني لا أعلم أنك أفاق وكاذب، ولكن حديثك يسري عني. إذن أخبرني بما أهمك وأغمك. نحن لا نفشي سرا لعدونا، فكيف ببني قومنا، جيراننا، أصهارنا؟ نعلم من هم قومكم وجيرانكم، فمن هم أصهاركم؟ اسمعي يا بنت العم، إن النسب للأكفاء والصهر للأقران، وإن المرأة الحرة الحسيبة ليس لها إلا الحر الحسيب يزيدها حسبا وعزة. أوجزي يا ليلى، ما خطتك التي لا تخفى؟ ليست خطة، إنما هي مصارحة من أخت لأختها، فلا يليق بدار طليحة إلا أنت، ولا يليق بدار ضرار إلا أنت. بورك فيك. هذا هو السبب الذي أرسلت إلي من أجله؟ كلا، فاصبري حتى تري وتسمعي. سعدة. مولاتي، أخبريها من أنت وما خبرك أنت ومولاتك سهية العروس التي قتلها الذئب في موكب عرسها الجنائزي. حييك يا رجل. وحييك. إلى أين؟ إلى الشام؟ أأنت ذاهب إلى الشام أيضا؟ أجل، ففيما جلوسك إذا؟ إني أترقب صحبة أو قافلة. يا زيد، شكر الرب لك ولقومك، ارجع بسلام، فقد كفيت عناء السفر. أوصيك به، فممن أنت؟
من أيلات. استوصي بصاحبنا خيرا، فهو حليف بني أسد وفي جوار ضرار في الأزرق. وأنت في جوار من؟ في جواري. اجلس واسترح حتى تميل الشمس. اشرب، أظنك ظامئا وما أرى معك من ماء ولا زاد. من أين أنا؟ من عندك، ولعلي لا يدركني الأجل حتى أبلغ خبره لمن يترقب. من تقصد؟ الذي إذا تم أمره وكمل رفع الخوف من تلك المفازة وحل الأمن في ربوع الأرض، وما خاف راحل في طريق ولا غدر رفيق برفيق ولا بطش قوي بضعيف. المرأة لا تستعصي إلا على الرجل الضعيف. ما أنا بالرجل الضعيف، ولكنك محب. أجل، ما الحب إلا ضعف؟ يستذل الرجل المحب، فإذا ما ذل هان على المرأة وسقط وعزت عليه وامتنعت وأمعنت في إذلاله. يا دويبة، أنا لا أريد أن أقهرها. إذن لماذا اشتريتها من سيدها كما تزعم؟ ألتجعلها ملك يمينك أم لتجعلك ملك يمينها فتسحبك سحب الدابة الذلول؟ يا دويبة، إني كما تعلم ما ذللت لامرأة ولا لرجل قط، ولكن شيئا ما يحول بيني وبينها. الرصد، التمائم، هل فتشت ثيابها؟ دعك من تلك الخرافة، فأنا لا أعتقدها. لا لا، إن للتمائم سحرا تمنع صاحبها من عدوه. فلماذا لم يمنعها من الأسر؟ ماذا؟ أقصد يوم أسرت وسبيت أول أمرها قبل أن تصل إلي. لعلها حصنت نفسها بتميمة تنفر الرجال منها، وسوف أصنع لك تميمة ضدها. هون عليك، فأنا لا أنفر منها، لكنها هي النافرة الرافضة. أما أنا فما شغفت بامرأة ولا تمنيت مثلها. عندي تمائم لكل غرض، تميمة بها كعب أرنب تحميك من قرينها، وتميمة بها سن ثعلب وسن قط وضب ميت تمنعها ممن يريد أن يخطفها منك بجسدها أو قلبها. يقولون علق يا ضرار تمائما، وهل تنفع الأدران من كان عاشقا؟ العاشق العاجز كلب يلهث خلف راحلة صاحبه يترقب فضل فتاته، فما يلبث أن يقذفه بحجر يسرعه. فكن أسدا يا فارس بني أسد. سأقتله بأظفاري وأنيابي. أنا لا أبحث عن سكين، إنما عن عقدك الذي كان في صدرك يوم دخلتي. أين أخفيتيه؟ سلي نفسك وكلابك اللصوص. سأعرف أين أخفيتيه. في موكب عرسها. أجل يا مولاتي، أدخلي غرفتك. أرأيت أي حماقة فعلها درار؟ وطليحة، هل يعرف كل هذا؟ أجل،
لكنه يظن أن الأمر لا يزال سرا لا يعرفه غيرنا، ولا يعلم خبر تلك الخادمة. ولولا رحيله إلى مكة لجلس إلى درار وبحث معه تدارك الأمر قبل أن يصل خبرها إلى قومها بني مرة، وهم كما تعلمين قبيلة ذات بطش وسطوة وأحلاف وأصهار لبني عبس وذبيان، ولعلهم يفتشون الأرض بحثا عن أثرها. فانظري كيف نصبح إذا ما بلغهم الخبر. في حرب دامية، قتلى وأسرى وسبايا، وقد تصبح إحدانا أو كلتانا بين السبايا نباع في الأسواق. صدقت يا ليلى، فكم من حرة باتت فأصبحت خادمة. يا أختاه، إني حريصة على كتمان ذلك السر، خوفا على أخيك وعليك أكثر من خوفي على نفسي وعلى أخي. وقد حرصت على شراء تلك الخادمة من دعثور حتى لا تهرب فتفضحنا. تلك مروءة منك وعقل وحكمة يا ليلى. أخبري أخاك ليطلق سراح الأسيرة وكل من في داره من الخادمات، فلا يصلح له ولداره إلا امرأة حرة. أتركي لي هذا الأمر، وسأخبر طليحة عندما يرجع أنك. دعينا من طليحة حتى ننتهي من أمرك أنت ودرار. صدقتي، لا شأن لنا بطليحة. عمت مساء يا ليلى. سأنتظرك بالخبر الذي أترقبه منذ أعوام. لن يطول بك الانتظار. فرحتا، ماذا يخبرك يا طليحة لتسرع بالعودة وتحضر زفاف أختك حسناء بني أسد؟ عد إلى ديارك يا أسدي، ولا تحطن من قدرك بالسؤال عن رجل يفتن الناس في دينهم. وهل علي من حرج أن أسأل عنه وأجلس إليه وأدحض مزاعمه وأسكته وأفحمه يا أبا لهب؟ لن تفلح فيما عجز غيرك عنه. فأخبروني شيئا من خبره فيما مضى. أنا عمه وأعلم الناس به، غلاما وفتى ورجلا، حتى سلبت الجن عقله فخرج علينا بما لا عهد لنا به. هو قارئ كاتب؟ كلا يا طليحة. هل هو علم بلسان غيرنا من الأمم؟ فما أكثر من يتكلم بلسان العجم والروم ولا يكتب. كلا يا سيد قومي، ألم يجلس إلى كاهن أو حبر أو صاحب كتاب من اليهود أو النصارى؟ أقسم ما غاب عن بصري منذ نشأ إلا في سفر للتجارة رحلة أو رحلتين في صباه. فكيف هو من الشعر؟ أجهل الناس به، فما سمعته ردده ولا أنشده. ويا ليته كان شاعرا يرفع لواءنا في عكاظ، ويسير ذكرنا بين القبائل فخرا وزهوا، ويدفع بلسانه عنا من يتطاول علينا. يا عجبا، رجل لا يقرأ ولا يكتب ولا علم له بكتب الأمم وألسنتهم وأخبارهم، ولا عهد له بالشعر وفنونه، ويزعم أن السماء اخترته هو من دون الناس كافة ليكون نبي آخر الزمان. إي ورب الكعبة، إنه آخر الزمان. لا حاجة لي بلقائه، فأنا أعلم منه. حييت يا سيد بني أسد. خدعك غرورك يا أخي، فأنت لا تعلم عاقبة فعلتك. كفي لسانك عن أخيك يا حمقاء بني الأزور، واذهبي إلى امرأة أخيك وأحسني إليها، ومر الخدم أن يكونوا طوع أمرها بما فيهم سلمى. ما هذا الذي تقوله يا درار؟ هيا انهض من فراشك. هيا خولة، اخرجي ودعيني أنا. كيف يطيب لك النوم والخيل توشك أن تحيط بك؟ كفى لغن، اخرجي. لن أخرج حتى تطلق سراحها. أقسم
لو سمعتها منك مرة أخرى فلن أتردد عن جدك. هل لأني أنصحك خوفا عليك؟ ولأني أدللك وأصبر عليك تتجاوزين حدودك؟ ها أخرجي. سلمى، سلمى، أنت أيتها الأمة اللعينة. لبيك يا مولاي. أين هي؟ في غرفتي. ألبسيها خير ما عندك من ثياب حتى أذهب إلى يثرب وأشتري لها ولك ولكل الخدم كل ما تريدون. سلمت وغنمت لنا يا مولاي. سلمى، لا تظني أنها ستصرفني عنك وتحتل مكانتك في قلبي. ما أنا إلا خادمتك، وما يسعدك يسعدني يا مولاي. سلمى، أنت تعلمين لماذا؟ أدركوها. لن أبقى في دار الذل عبيد الذل. اتركنا. إلي بالصوت. بل السيف، أعطيه سيفا يا أحقر النساء. سأقتلك بالصوت حتى لا يسمع لك صوت. اضرب يا فارس قومي، اضرب يا ذئب الصحراء. عفوك يا مولاي، اعفو عنها. اما انا فلن اعفو عنه. اسحبيها واحبسيها في الحظيرة مع الدواب. الدواب خير منك وأطهر وأرحم. لن تمضي أيام حتى تحيط بك الخيل